تنضم إلينا من بيروت الدكتورة سالي حمود، الأستاذة الجامعية في الإعلام والذكاء الاصطناعي. مرحبا بك يا دكتورة. يعني التقرير أشار إلى برنامج الذكاء الاصطناعي اللي هو تشات جي بي تي. هذه البرامج أثارت اهتمام واسع في العالم، أبرز المخاوف من هذه التقنيات، ولماذا يوصف هذا التشريع بأنه يهدد الشركات المطورة؟ يعني أول شيء مساء الخير للكل، للمشاهدين ولألكم. أول شيء بدنا نبلش نحكي إنه طبعاً لما نحن عم نحط قيود على الابتكارات، على الاختراعات، على التقدم العلمي، هذا الشيء رح تخاف منه الشركات، لأنه أول شيء رح تصير سوق منا حرة لإلها، هذا الشيء رح نوعاً ما ينظم المنافسة بيناتها، وطبعاً رح تصير هي، لأنه نحن عم نحكي عن الذكاء الاصطناعي اللي طبعاً قديم، هو له عقود موجود بيناتنا وعم نعيش فيه، بس هلأ مع طفرة الكمبيوتر والثورة التكنولوجيا اللي صارت والثورة الاتصالات هي مهدت الطريق له، فهلأ صارت سرعته سريعة كتير، والانتنسيتي يعني بشكل كتير في انتنسيتي بطريقة تطوره. هذا الأمر بخوف الشركات، لأنه هون عم تبلش تستفيد شركات أخرى من هالتكنولوجيا اللي هي عم تقدمها، وبنفس الوقت طبعاً نحن قلنا سنين عم نحكي أنه بخوف كمان المستخدمين. لما تحط الحكومة قيود على هذه الابتكارات طبعا بتخاف الشركات، أرباحها رح تقل، البيروقراطية رح تخفف من الافيشنسي من فعالية عملها، وكمان رح يصير في عنا نحن منافسة، هذا موضوع كثير مهم نحكي، منافسة غير شريفة. خليني أقول يعني نحن، خليني أعطي هيك شوية تماثل بالموضوع يلي عم بيصير بالاقتراح الإنجليزي البريطاني. الاقتراح البريطاني بيشبه لما انعملت وكالة الطاقة الذرية بعد الحرب العالمية، فهذا الموضوع خلق داينامكس أو ديناميكية قوة غير متوازنة بين الدول، فيمنح قوة لدولة على دول أخرى، وبهذا الموضوع مش بس عم يعطي قوة لبريطانيا، وهذا طبعا ذكرته بالتقرير أنه في محاولة لأنه يكون في نوع من لفرج لموقعه لرئيس الوزراء البريطاني، ومحاولة أنه يعني يحوكم الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه بتعطيه لفرج أوف باور، يعني بتعطيه مجال لأنه يكون سلطة عالمية بمكان ما. دكتور، في الآن بعض المخاوف من انتقال عمل هذه الشركات إلى خارج أوروبا، ما مدى قابلية تطبيق هذا، وأي دول من الممكن أن تلجأ إليها هذه الشركات؟ يعني اليوم نحن في دول كتير ما عم نسمع فيها يلي هي متقدمة جدا بالذكاء الاصطناعي، مثل ليتوانيا. ليتوانيا من الدول جدا متقدمة، وهي كانت سباقة في منح مثلا النوماد فيزا، ديجيتال فيزا وغيرها، وكانت عم بتقوم بنشاطات كتيرة، ولكنها كانت خلص يعني كانت عم تعملها إذا بدك خلينا نقول لوكي، يعني على هدوء. هلأ هيدي الدول ممكن تتجه تروح على أمريكا، يلي أمريكا عم تاخد أبروتش أقل، الولايات المتحدة عم تاخد أبروتش أقل، يعني منه هالقد متزمت من موضوع حوكمة الذكاء الاصطناعي. وفي عنا كمان اتجاه آخر شرقا، ألا وهو الصين، وفي عنا دول نامية مثل الهند وغيرها من الدول يلي عم تفتح لهذا المجال، بس كله بيرجع لكيفية. هلأ إحنا كل أسبوع نسمع أنه يعني الأصحاب السياسي أو السياسيين منه الرئيس الوزراء البريطاني رح يجتمع مع بايدن، ورح يجتمع بايدن مع رؤساء الشركات، ولكن بعد ما ظهرت إذا بدك يعني ما ظهرت الشكل النهائي لهيدي الورقة يلي بدها تطلع، لأنه في نزاع نوعا على سلطة حوكمة هذا الكيان اللي اسمه الذكاء الاصطناعي. هو حتى الآن هي مسألة مناقشة التشريع، أو يعني لم يطبق طبعا، أو لم يعني يصل إلى نهايته، ولكن السؤال الآخر متعلق بمسألة تأثير هذا على هذه الصناعة بشكل عام في أوروبا، صناعة التكنولوجيا ووجود الشركات التكنولوجية في أوروبا اللي اشتهرت هذه الدول أصلا بوجودها وتصدرها حتى لدول ناشئة ونامية. طبعا هي اكيد، ورح تتاثر انه رح تنقل الهيد اوفيسز تبعها من اوروبا، لانه هي كمان هذا القانون او هذا الاقتراح القانون بحسب ما قرينا انه هو بيطال الشركه بالهيد اوفيس تبعها، يعني هن المفروض بصير اذا من يخالف بيدفع تقريبا حوالي 30,000 يورو او 6% من الارباح السنويه للمؤسسه. فطبيعي هيدي المؤسسات رح تروح من اوروبا، وهذا موضوع خطير، لانه اوروبا هي لازالت تعاني، وبينت كثير بعد ازمه كوفيد قديش اوروبا عم بتعاني، فبتصور هذا الموضوع كثير ممكن ياثر على الاقتصاد تبع اوروبا، بده ياثر على فكره الموقع
أوروبا العالمي في الاقتصاد وفي العلم حتى في هذا المجال. ممكن يعني هلا هو الحديث مثل ما حضرتك قلتي بعده مبكر، ما في شيء فاينل بعد، بس الاتجاه اللي عم بيروح هو في نوع من النزاع ما بين الدول، نوع من التماوج من دولة لدولة، من رأي لرأي حول هذا الموضوع. وحتى الشركات، يعني احنا عم نشوف انه الشركات الأكثر تقدما هي اللي علت الصوت وقالت له يا جماعة نحن لازم نعيد النظر بهذا الموضوع. أنا هون بدي أحكي شغلة اتطرق لها هيك ولو بشكل سريع، انه هذه حتى هذه الشركات قادرة بتصور على انها تطلع بحلول مبنية على الذكاء الاصطناعي لحتى تحل مشاكل الذكاء الاصطناعي. بما معنى اليوم نحن اذا عم نحكي بموضوع، بعدين خليني اقول شغله وبرجع لهذا الموضوع، موضوع الداتا اللي هو اساس الذكاء الاصطناعي. طب هل نحن حلينا مشكله الداتا والمتاجره بالداتا يلي عملتها شركه ميتا واللي بعدها عم تعملها؟ فهون بدنا نشوف نحن كيف نشحت تطبيق هذه القرارات. هلا يمكن بريطانيا نشحت بتطبيق قانون الجنرال داتا بروتكشن يلي هي قامت فيه وفرضته على العالم بشكل كلي، اوكي فاين، بس هل تطبيقه عم بيتم بشكل مباشر او عم بيتم بشكل فعال مع شركات مثل ميتا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي وتيك توك وغيرها، يلي هي عم بتعيش اكثر واكثر وعم بتنمى اكثر واكثر صحيح. مع كل ما نحن نأذيها ما بسبب من هنا من هنا عايز اسال حضرتك الشأن المتعلق ب إظهار يعني المزايا التي تتمتع بها بعض الدول، كما ذكرت حضرتك الصين مثلا أو الولايات المتحدة تظهر كسوق لهذه الشركات وتتعامل على أساس أنها بديل جيد ومربح لهذه الشركات. طبعا، وهذا الأمر رح يصير دون شك ورح يعمل معادلة جديدة في العلاقات أو بالتوازن الاقتصادي بين الدول. طبعا اليوم يعني نحن عم نتحول أكثر، مش بس الأسواق عم تتحول لأسواق حرة، حتى طبيعة العمل، والكوفيد سرع هذا الموضوع. يعني إذا بتلاحظي نحن هلأ إذا بننزل بنعمل مسح بنشوف الوظائف على الأرض، اليوم في عنا توجه كتير نحو الوظائف الحرة أو نحو الكونسلتنسي أو نحو الفريلانسينج وغيرها من هالقصص. والشركات كمان صارت عم تعتمد هذا النموذج لأنه هذا النموذج أقل كلفة عليها من أنها تدفع مصاريف التأمينات والبنفتس وغيرها من الأشياء. فإذا كمان الشركات عم بتغير نموذج الأعمال تبعها الأساسي، يعني سوف تتحول إلى يمكن شركات، يعني هي بتكون شركة، وهذا الأمر عم تعمله كثير من الشركات، هي عبارة عن شركة واحدة بس إنما بتكون مجموعة شركات عم تتعامل مع بعضها. يعني هون طب أنا مع لمين بطال؟ مين بطال؟ ما هي شركة بتعمل سيستر كومبانيز وبلشوا يشتروا من بعضهم وبلشوا يعملوا اوت سورسينج من بعضهم، فعم يخلقوا نظام بيئي بين بعض على هذا الأساس. صحيح. أشكرك جزيل، عذرا انتهى الوقت، ولكن أشكرك طبعا شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا من بيروت الدكتورة سالي حمود الأستاذة الجامعية في الإعلام والذكاء الاصطناعي، شكرا على كل هذه المعلومات.